هنيجي لنقطة البعض ممكن يتحرج منها، والبعض شايف انه دي منطقة شائكة شوية. انا هشاور على حمدين صباحي. انا كنت اعتقدت انه حمدين صباحي اعتزل الحياة مش السياسية بس، لا الحياة العامة يعني، اعتزل لانه الراجل مش ظاهر بقاله فترة طويلة، يعني من انتخابات 2014 مش ظاهر، مش موجود، مش مشارك. فيتقال احيانا انه رجع في كفر الشيخ بيدير مزرعه هناك، مزرعه سمكيه في كفر الشيخ بيمتلكها هو وبعض اقاربه وزوج شقيقته الاخواني. احيانا ناس تقول كده، ناس تقول ان هو الراجل اكتفى من الحياه السياسيه وانه مش عاوز يشارك، لحد ما لقينا ندوه اجتماع لل القوى المدنية عشان اللي حصل مع معصوم مرزوق. أنا كنت عرضت لحضراتكم إيه اللي حصل مع معصوم مرزوق وإيه التهمة بتاعته بالظبط. حمدين صباحي النهاردة اتقدم ضده ثلاث بلاغات من ثلاث محامين بيتهموه بشكل واضح جدا ب يعني الإساءة للرئيس والدعوة لقلب نظام الحكم، يعني نصا كده زعزعة استقرار البلاد. وكان اهو يعني ده بلاغ اهو بتاع طارق محمود، وفي بلاغين تانيين، وفي مشكله طبعا من الاستاذ سمير صبري في بلاغ، وفي من اشرف فرحات. الحقيقه انا ازعجني ايه؟ طبعا المحامين دول حقهم ان هم يقدموا البلاغات، حقهم ومحدش هيجادل في ده كويس. اللي ازعجني انه المحامين طالبين في هذه البلاغات بانه محاكمه حمدين صباحي بعد الكشف عن قواه العقليه. انت هتقول ليه عيب يا جماعه وما يصحش والناس ما تعملش كده، بس انا هسمع حضراتكم حاجه قالها حمدين صباحي. قنوات الجماعه الارهابيه امبارح كانت يعني هايصه بيها وقعدت تعلق عليها وتقول سمعونا يا جماعه ولا نخشى انه احنا نسمع كلام زي ده، بس سمعونا الكلام ده. مؤمنين بان هذا النظام ده بدون التغيير هيزيد السلطه الفاشله، هذه سلطه قمعيه، هذه سلطه معاديه لمصالح الشعب المصري، هذه سلطه احترمت الدستور واهانته، هذه سلطه تقبض على اصحاب الراي وتودعهم في السجون بمجرد انهم يظهرون بكلمه الحق. جائر هذه السلطة تضر بمصالح الشعب المصري وتضر بمصالح الدولة المصرية. السلطة اللي بتحكمنا ضارة بمصر الشعب والدولة، واللي عاوز يقف مع الشعب المصري من واجبه أخلاقيا وسياسيا أن يقف ضد هذه السلطة، واللي عاوز يقف مع الدولة المصرية من واجبه اخلاقيا ودستوريا ان يقف ضد هذه السلطه، بسلطه فساد واستبداد وقمع وغلاء واحتكار وتجويع لاغلبيه المصريين وسلطه تبعيه للاجنبي. بالتالي تغيير هذه السلطه فرض على كل من يقدر عليه، والوقوف ضد هذه السلطة واجب على كل مصري. هذه سلطة المنكر، وسلطة المنكر استبدادا وقمعا وتبعية وإفقارا وفسادا واجب على كل مصري أن يكون ضدها بقلبه بلسانه بيده بما استطاع. طيب هنا وقف الاستاذ حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسه ورئيس حزب التجمع سابقا وزعيم التيار الشعبي، وبيقول انه هذا النظام قمعي او هذه السلطه قمعيه ومستبده وتعمل على تجويع الشعب المصري وتعمل على الاضرار بالشعب المصري وتعمل على الاضرار بالدوله المصريه. اولا انا سيطر علي حاجه لما شفت كلام الاستاذ حمدين، الحقيقه
وحسيت كده بانه حمدين صباحي تحول الى، انتوا عارفين العروسه اللي هي بتقوم ضاغط على بطنها دي فتقول نفس الكلام. يعني انت عندك عروسه كده جايبها فتضغط على بطنها فتقول نفس الكلام. حمدين صباحي تقريبا انا من يوم ما وعيت عليه، وده ممكن يصل الى اكتر من 20 سنه بدايه شغلي في الصحافه والبتاع، يعني من ايام ما انا وعيت، هو بقى من قبل كده كمان تقريبا الجمل دي بيقولها في كل وقت ومع كل نظام ومع كل فتره ما بيغيرهاش. يقول لك انه يبدو انه هذا بيحلو لي انه يكرر هذا الكلام، لانه يقول لك هذا نظام قمعي مستبد يجوع الشعب ويخضع للتبعيه. اي كلام في عبد السلام طول الوقت. مش دي المشكلة، مش دي المشكلة. هو شايف ان السلطة مستبدة هو حر، هو شايف ان السلطة دي قمعية هو حر. خلاص، السؤال الان، هل جاء الدور على حمدين صباحي؟ انا استطيع ان اقول لكم ان الدور جاء بالفعل على حمدين صباحي، وهو الذي يدخل الى المصيدة بقدميه. ليه بيدخل الى المصيدة بقدميه؟ سيبكم من البلاغات بتاعت المحامين، لكن احنا قلنا انه هذا النظام، هذه الحكومة، هذه الدولة الان عندما تنتقدها لا تعترض طريقك، لكن عندما يتحول هذا الانتقاد الى تنظيم تدعو فيه الى قلب النظام، قلب النظام الحكم بالقوة، وهذا النظام جاء بانتخابات مرتين الناس طلعوا انتخبوهم، فانت كده بتسلك سلوك غير قانوني وغير دستوري. فاللي قاله حمدين هنا عشان الناس ما تتفاجئش، لانه حمدين صباحي لما يتم استدعائه للتحقيق معاه او يتم ضبطه واحضاره مش هيبقى ضبطه واحضاره حاصل لانه صاحب راي. هو هنا يدلس على الشعب المصري، ما قاله فيه تدليس وتضليل، لان يقول لك هذه السلطه تعتقل وتقبض على اصحاب الراي. ف معصوم مرزوق مش من اصحاب الراي، معصوم مرزوق دعا زي ما حضرتك دعيت كده الى مواجهه او مكافحه هذا النظام، لانك قلت انه تواجهه بقلبك او بلسانك او بيدك. انا ما اعرفش حكمه حمدين صباحي راحت فين، يعني كان عنده بعض الحكمه، صحيح تحالف مع الاخوان اكتر من مره في الانتخابات البرلمانيه اللي حصلت في 2011، كان متحالفا مع الاخوان المسلمين، ولك ان تتخيل انه كان الحزب بتاعه وكان في مرشحين دخلوا، دخل امين اسكندر ودخل غيرهم وهم متحالفين مع الاخوان المسلمين. سيبك من ده، وسيبك من موقف عبد الحكيم عبد الناصر لما رفض انه يدخلوا ضريح عبد الناصر او يستقبله في الصالون لانه بيتعاون مع الاخوان المسلمين. في حاجه حاصله، في يا جماعه مجموعه مهزومه داخليا لم تحقق ما تريده من يناير او من قبل يناير، والوقت شغالين ندبات. يعني انت لا ترى في ما يحدث في مصر الا انه قمع واستبداد والقبض على اصحاب الرأي. فين يا جماعة؟ والله العظيم وانا بتكلم بشكل واضح جدا، انت هنا الناس اللي بتتكلم دي بالنسبة للنظام دي ناس مخربة، ناس بتسعى الى قلب نظام الحكم القانوني الدستوري المستقر. احنا مش في حالة حراك ثوري، لانك لو في حالة حراك ثوري اتكلم زي ما انت عايز، كان الناس كل يوم يطلعوا في مليونيات، لكن هنا انت بتتكلم عن مخالفة قانونية. انا اعتقد انه الايام القادمة ستشهد حدث درامي جدا في حياة حمدين صباح، لانه انتوا عارفين المشكلة ايه بقى؟ انه حمدين يا ولداه راجل مسكين راح يحضر يعني ندوة للتضامن مع معصوم مرزوق، حتى هو قال لا انا طالما دعيت للكلام اقول بقى، فقال كفرا، لانه هذا الرجل يدعو بشكل واضح جدا الى مواجهة النظام بالقوة. طب انت راجل سياسي مفروض يعني ما تقعش في مثل هذه الاخطاء. الكلام اللي قاله في الفيديو للناس قال لك بس حمدين يواجه السيسي او يهاجم السيسي، ودي ازمه عند الناس تانية. يا جماعه مصر مش السيسي بس، الدوله مش السيسي بس، النظام مش السيسي بس،
هذا رجل يعم هو يقول لك ايه من يخاف على الدولة المصرية. لا، انت لا تخاف على الدولة المصرية بصراحة طول عمرك، وطول عمرك تنتصر لنفسك. وعايز اقول لحضراتكم حاجة، الذين سقطوا على رأسهم حمدين صباحي، لانه حمدين صباحي طول الوقت يعبر عن مشروع فردي ملوش علاقة بالبلد، تقوم تنام تهدى تولع تتقدم تتأخر، الناس تاكل الناس تشرب، هو قاعد بيردد نفس الكلام طول الوقت بنفس الحماس، وهو كلام فارغ. فأنا أشفق عليه. أنا قلت بس اللي إيه يعني، أنا شايف كده، أنا شايف إنه بيمر من قدام الشاشة، فيعني أعتقد إنه الأيام الجاية يمكن أن يكون هناك تحرك، لأنه في بلاغات في تحريات هتتعمل. هو الرجل تقريبا قال نفس اللي قاله معصوم مرزوق.